اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من اسرار شرق اوسطية. هل هو هجوم الكتروني لحزب الله على باتريوت صفد هذه القيادة الشمالية للكيان؟ هل الامر يتعلق بهجوم تكرر لمرتين ام هجمة واحدة اطلقت بعدها مباشرة منصة باتريوت رد الفعل الذي ترونه امامكم في هذه الصورة؟ وهناك فيديو اليوم في وسائل الإعلام الإسرائيلية ينكشف من خلاله أننا أمام غزوة تجريبية على الأقل كمناورة، وقادتها إلى جانب شين بيت كل من دعائي والوكالات المختصة، وأشرف على ذلك الأمريكي بشكل مباشر، وتطرقنا إلى ذلك بشكل مفصل ومدقق في فيديو مستقل. لكن الأهم اليوم أن الهجوم الذي حدث بعيدا عن أي مناورة، بعد إتمام المناورة مباشرة بعد وصول بلينكن كان الهجوم على باتريوت، فرد حزب الله ما كان من رسائل في الأيام الماضية، إذ أشير مباشرة إلى قرار أمريكي بالرد على حزب الله في قلب جنوب لبنان ومن مواقعه وقتل قادته أيضا، لأنهم جزء لا يتجزأ من نفس ما قرروه تجاه غزة وتجاه التنظيم الذي قام بالعملية، عملية طوفان الأقصى. على أي الآن هناك اعتبار دقيق للغاية بخصوص أمرين أساسيين. الأمر الأول أن الرد بالنسبة لحزب الله رد على بلينكن، رد على وزير الخارجية، ليأتي مباشرة أحدهم ويؤكد وهو في أمن بلينكن، لأن الزيارة كانت كيهودي قبل أن يكون كوزير خارجية للولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما أكده في مؤتمره الصحفي عندما تحدث عن جده إلى آخره وما حدث في الهولوكوست، لمحاولة الربط ما بين ما يحدث الآن وما حدث في وقت سابق، وليربط أيضا حماس بما وقع في 1945 والانتساب إلى النازيه، فيما هناك محارق الآن في غزة لا أحد يتحدث عنها بعيد كل البعد عن قلب بلينكن وعن الجميع، إذ لا يقارن ما حدث على الأقل الآن. ثبت أن ما حدث يمكن أن يقارن، وبالتالي فإن الذي صدم الجميع هو ما حدث اليوم، إذ قورن هجوم الطوفان بما حدث في 1945، يعني أن حكاية الملايين لا وجود لها، وأن وجود 1000 أو 2000 هو الثابت الآن. إذن إن قارن الجميع، وهذا الذي رفضه الألمان في زيارة أبو مازن إلى ألمانيا وتحدث عن الهولوكوست ب50 هولوكوست، والكل يتذكر ذلك، عندما قارن الكل رفض المقارنة. اليوم الإسرائيليون أنفسهم هم الذين يقارنون ما بين طوفان والأقصى وما بين ما حدث في عام 1945، إذن هذا يعطي استنتاجا آخر يزلزل وأيضا يزعزع كل القناعات والملايين التي أحدثها اليهود آنذاك وهم قد عبروا عن المحرقة وغيرها. الآن تشبيه ما حدث بالمحارق دون أن يرى أحد هذه المحارق الآن في غزة، كل هذا يطرح أسئلة عديدة. مهم جدا الآن أن الرسالة موجهة إلى بلينكن، وقبل 3 دقائق من لقاء بلينكن بنتنياهو ظهر أن هناك توصية أمنية في أذن بلينكن يؤكد من خلاله أن هناك هجوما إلكترونيا على باتريوت. فكما باتريوت هو الذي رد في وقت أول عما حدث من إطلاق من جنوب لبنان وطالب الأمريكيون بالرد على حزب الله وعلى مواقعه، أصبح الآن أيضا مجرد وصول بلينكن كان الرد فوريا من خلال التشويش على باتريوت، وهكذا فالرد تكنولوجي.
نحن لا نريد أن نكسر وقف إطلاق النار، وفي نفس الوقت فإن التشويش حدث، ويمكن أن يشارك الآن الحزب بعملية تشويش تخرج القبة الحديدية وبطريوت من الخدمة، وهذا أساسي جدا لمستقبل الإطلاقات القادمة. إذن مشاركة مباشرة لبنانية في الحرب الإلكترونية. إذن الرسالة أتت ليس رسالة واحدة فقط في جنوب لبنان للرد على أمريكا من خلال التشويش على منصة باتريوت، إنما أيضا هناك عملية في القدس، وواحد على الأقل شرطي على الأقل في وضعية حرجة جدا. إذن الرسالة أتت من القدس ومن جنوب لبنان. هذا الذي أتى به بلينكن، حمل رسالتين دفعة واحدة. إذن التشويش الإلكتروني رسالة يرد فيها حزب الله على ما حدث من قرار أمريكي بتشغيل الباتريوت والام اي ام 104 ضد مقذوفات من جنوب لبنان، على أساس أن يكون الرد كما ذكرنا في مواقع للحزب. إذن هذه هي الرسالة الأساسية التي أرادها تماما الحزب اليوم، وهو يحاول أن يعمل على الرد بشكل مباشر. إذن لدينا الرد. ثانيا، أن إسرائيل ترغب في فتح الجبهة الشمالية من أجل القول أننا في حرب حقة، وهذا أيضا يخدم إسرائيل. فإسرائيل تريد التصعيد، تريد التصعيد في الشمال، ولكن دون أن يصل الأمر إلى اقتحامات وغيرها، وأيضا أن تشمل الحرب الشمال الجليل. هذا معناه أننا أمام تطور استثنائي آخر. إذن إسرائيل تريد أن تقول أنني أحارب من الشمال ومن الجنوب أيضا، إذن أن هناك حربين، وهي لا ترغب في تصعيد في الشمال من أجل فقط تمرير ما يحدث الآن في غزة. إذن هذا هو الأسلوب الذي أراده الإسرائيلي في هذه المعركة على وجه التحديد. فالمعركة تخدم إسرائيل أكثر مما تخدم أي طرف آخر. هنا يأتي بعض من الفلسطينيين وأيضا من مستشاريهم وقادتهم للرأي، وأيضا في الاستراتيجية للقول أن هذه المعركة هي معركة لتحرير وطني من خلال الفلسطيني وبقرار فلسطيني، وهذا يجب أن يبقى كذلك دون إدخال لبنان أو أي جبهة أخرى. لكن بالنسبة للظروف الميدانية، فكلما زاد الضغط على القطاع كلما من الضروري عسكريا وأمام المحور استراتيجية المحور لابد أن يكون هناك تدخل. وبالنسبة لإسرائيل هي تستفيد الآن من التدخل الرمزي، فدائما ما يجب أن يقارن الجنوب والشمال، وأن هناك حرب حقا لتمرير ما يحدث في القطاع، لكن كل ذلك قد يتحول في لحظة ما إلى حرب مباشرة. هذا الواقع هو الذي لا يريده أغلب الأطراف الإقليمية، وتضغط من خلاله إسرائيل على الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا ترغب في استخدام مباشر للقوة الأمريكية، وهذه فرصة ذهبية ضد حزب الله. إذن أمامنا الرغبة في جر الحزب إلى هذه الحرب، لكن لا تريد أن تكون النتائج ضدها، وبالتالي فإنها تريد أن تدخل الحزب إلى المعركة من أجل أن يكون هناك نيران أمريكية على الضاحية، وهذا الذي أتى من أجله تماما الأمريكي. وهذا الضغط الآن يسير باتجاه وزير الخارجية اليوم، غدا وزير الدفاع، يحاول الإسرائيلي جر الحزب إلى معركة، إلى معركة قد تكون فاصلة بالولايات المتحدة الأمريكية وليس فاصلة مع الإسرائيلي.
وهذه فرصة من جهة أولى للوصول إلى جميع الأهداف في القطاع، وأيضا لما لا في الشمال من أجل محو جميع التهديدات على الكيان. هذا الانخراط الأمريكي في هذه المرحلة على وجه التحديد تدفعنا إلى أن تكون الإشارات قوية ولكن دون التصعيد الميداني، لأن مثل هذه الرسائل مثلا الموجهة مباشرة إلى صفد وإلى منصة باتريوت بصفد، لأنها استخدمت من أول لحظة بعد إقرار الحرب من طرف نتنياهو، وأيضا من خلال المناورات التي شارك فيها الأمريكيون البارحة ونقلنا تفاصيلها، أصبح واضحا الآن أن الأمريكيين أمام الحربين الحاليين، تريد أمريكا أن تضع يدها على البرنامج النووي وعلى ديمونة أمام وضعية الخطر الشديد الذي تعيشه إسرائيل، وما دام أن ديمونة تحت القيادة الأمريكية فهي ترغب حاليا في جر الحزب حزب الله إلى هذه المعركة شمالا من أجل أن تقود الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل أن تدير الولايات المتحدة الأمريكية حربها ضد الضاحية. إذن أمامنا هذا التطور الاستثنائي الذي يريد من خلاله أساساً الحزب إيصال رسالة أن رد الفعل نعم لكن دون تورط، هذا هو الذي يريده الآن حزب الله. في الاتجاه الآخر إسرائيل تريد إما ربع حرب في الشمال تمرر بها ما يجري الآن في غزة، وأن تقال أن إسرائيل تواجه حربين وليس حربا واحدة، وهذا مهم لها ولكرامتها. مجرد أن تكون الحرب على جبهتين فهذا يشفي شرف بين قوسين تسحال، وللإشارة فقط فتسحال هو حامي شرف الأمة على كل حال باللغة العبرية، أو هكذا يمكن أن يفسر. إذن في هذه الوضعية التي يريد من خلالها الجميع ربع حرب نصف حرب في الشمال، هناك حرب فسفورية من خارج القوانين وتمريرها، لأن إسرائيل في خطر. هذا الذي يريد الآن تفسيره غانتس نتنياهو وغالانت أو جي جي أن. إذن أمامنا هذا التطور الاستثنائي في كابينة الطوارئ الإسرائيلي، ومهم جدا الآن أن الرسائل أيضا تتم عبر أكثر من جهة، وبالنسبة لما يحدث الآن من أولا باتريوت الذي نعرفه يصل إلى حدود 4.1 مخ في السرعة عندما انطلق. نحن إذن نتحدث عن PC3 يعني عن الجيل الثالث من باتريوت الموجود في صفر. ثانيا أن المدى الذي يشتغل به الآن وبعد البرمجات الأخيرة الأمريكية والتشويش الذي يحدث مرة أخرى لحالة الإطلاق من دون أي تهديد، كل هذا يجعلنا أمام الخطأ البشري كما قال غالانت في البداية، والواقع أنه مناورة. ثانيا اليوم أن هناك هجوم إلكتروني لحزب الله، هذا هو التطور الاستثنائي الذي لاحظه الجميع، ومهم جدا الآن أن صافرات الإنذار لا تزال في الشمال تأكيدا على أن الخطر شديد، وهذا معناه أن هناك رسائل موجهة إلى بلينكن من الشمال ومن الجنوب أيضا، وهذا ما يريده تماما الإسرائيل. إسرائيلي ضخم بشكل كبير جدا هذه الحرب إلى ما يتجاوز 1945، وجعلها هي الأولى ضمن الحروب وضمن خسائر إسرائيل. كل هذا معناه أن لا أحد يشبه في واقع الأمر عقلانيا ما بين حرب أكتوبر 1973 وهذه الحرب، ولو أنها بإذلال أكبر هذا صحيح.
من جهة ثانية بينها وبين 45,900 وما حدث لليهود فهذا أمر ليس فيه ما يقارن. لذلك فتجاوزا لكل هذا فإن المبالغات التي حدثت الآن والتهديد الذي حدث يجعلنا أمام أسئلة كبيرة، بأن إسرائيل تريد أن تصنع حربا وأسلوب حرب الآن من أجل أن تربح. هذا هو الذي يجب الانتباه إليه الآن. أما بالنسبة لحزب الله الذي سماه ترامب بأنه ذكي جدا، فهو أرسل رسالته مباشرة إلى التشويش على الباتريوت، ويعني قدرات هائلة أكثر مما يعتقد الإسرائيلي والأمريكي في دفعة واحدة، وأن الحرب إن دخل فعلا حزب الله ستغير المنطقة بشكل كامل، ولن يجد الإسرائيلي ما يقصف به الآن، لأن تحريك 200 طائرة من خلال لا هذه الحاملة ولا أيضا من خلال كل الأسطول الجوي، كل هذا استهلكته غزة وحدها. فماذا سيفعلون بلبنان إلا إن دمرت غزة بالكامل وانتقلوا آنذاك في مرحلة ثانية إلى الشمال؟ وهكذا فإن وضعية نزع سلاح حماس قد يكون تماما مرحلة أولى وناجحة لنزع سلاح الحزب في لبنان. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.